إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نقول زورا أو أن نغشى فجورا أو أن نكون بك ربي من المغرورين. أما بعد، أيها الآباء الكرام والإخوة الأحباب، حديثنا اليوم بمشيئة الله وحوله وقوته عن الرحمة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرحمة الحقيقية هي في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مش التشدد في سنة النبي أبدا. الرحمة الحقيقية هي سنة رسول الله حبيبنا صلى الله عليه وسلم. ولذلك رب العالمين في القرآن الكريم يقول إيه؟ يريد الله بكم اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. دي قاعدة عامة في القرآن الكريم، أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمنا ما ينبغي أن نتعلمه وعذرنا فيما لا نستطيعه صلى الله عليه وسلم. يعني اللي انت ما بتستطيعهوش معفو عنك فيه من مين؟ من رب العالمين، ومأذون لك فيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الرحمة الحقيقية في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإن استطعت فخذ بها وكن خير آخذ بها، وإن كنت من أصحاب العذر فالرحمة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية سنتحدث عن بعض الأمور التي تشدد فيها الناس حتى خرجوا عن الإسلام من أيام رسول الله وما بعده، ثم نتحدث عن أركان الصلاة. هنأخذ تباعا كده على كام جمعة، كل مرة ناخد جرعة من الصلاة كده عشان نتعلم الصلاة بتاعتنا تعلما صحيحا، محدش يصعب علينا الأمور ولا نخطئ نحن فتبطل صلاتنا دون أن ندري، لكن نتعلم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنهج العلماء، بمنهج العلماء الذين أخذوا عن رسول الله وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية، من يشتط في الدين ويشاد الدين يغلب. لن يشاد الدين أحد إلا إيه؟ إلا غلبة. ثلاثة جاءوا إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، جماعة من الناس أتوا إلى بعض أزواج رسول الله
فسألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان بيعبد ربنا ازاي؟ فقيل له كان يقوم ويركض، يعني بالليل بيصلي قيام الليل وبينام، ويصوم ويفطر ويتزوج النساء. فكأنهم تقالوا عبادة رسول الله، يعني كأن الناس دول حاسين ان هم اشطر من مين، تخيل، حاسين ان هم عندهم عطاء وعبادة احسن من عبادة رسول الله. أيستطيع ذلك احد؟ لا، ده يبقى فهم قليل، ويبقى قد يعني رغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال احدهم: اما انا فأقوم ولا أرقد، أنا أصلي طول الليل من العشاء للفجر قيام ليل، ما نمشي خالص. مش النبي بيصوم وينام، بيصلي وينام بالليل، يعني يصلي كده تلت الليل وينام التلتين أو ما شابه ذلك. لا، أنا أقوم طيلة الليل ولا أنام، يعني عايز يكون أحسن من مين، تخيل. أما أنا فأقوم ولا أنام، والآخر قال: أما أنا فأصوم ولا أفطر، أصوم طول الدهر مش هفطر خالص، يعني كل يوم يفطر من الفجر للمغرب واليوم التاني كده إلى ما لا نهاية طول حياته، يصوم ولا يفطر، ما يفطرش ولا يوم. طب والثالث؟ قال: أما أنا فلا أتزوج النساء. مش النبي كان بيتزوج؟ أنا لم أتزوج. فلما رجع رسول الله حكي له ذلك، واحد قال كذا والتاني كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأصلي وأنام، أقوم وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس إيه؟ فليس مني. يبقى دول يشوفوا لهم نبي تاني غيري في السنة بتاعتي، من رغب عن سنتي فليس إيه؟ فليس مني. يبقى في نوعية من البشر ممكن تشتط بفكرها فتبتعد عن الحقيقة وتبتعد عن الصواب، وتظن أنها تفعل خيرا وهي تفعل إيه؟ الشر، وهي تفعل الشر. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال: إنهم هم المفسدون، ولكن إيه؟ لما بتسألهم يقولون لنا انما نحن مصلحون، احنا بنصلح. لا، رب العالمين وسلم يقول: انه الا انهم هم المفسدون. تعال نشوف نماذج من هؤلاء البشر. ايام رسول الله رجل اسمه ذو الخويصرة التميمي، واحد كان مع رسول الله بس تبع حزب عبد الله بن ابي بن ايه؟ ابن سلول. ذو الخويصرة ده سيدنا ابو سعيد الخدري يقول: دخل علينا يوما رسول الله كان جالسا يقسم قسما، يعني قسما، يعني بيقسم الغنائم ويوزع الناس. فجاء ذو الخويصرة، وهو رجل من تميم اسمه ذو الخويصرة التميمي، فجاء ذو الخويصرة وهو رجل من تميم، فقال: اعدل يا محمد. انت واخد بالك؟ يعني النبي بيوزع الغنائم على الناس، في حد أحسن عدلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، حاشا وكلا. فيأتي ذلك الرجل ويقول للنبي: اعدل يا محمد، خليك عادل، اعدل. فنظر إليه رسول الله وقال: ويلك، ومن يعدل إن لم إيه؟ إن لم أعدل، ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل أنا؟ خبت إذا وخسرت إذا لم أعدل. فقام سيدنا عمر بن الخطاب، وفي رواية سيدنا خالد بن الوليد، فقال: يا رسول الله ائذن لي فأضرب عنقه، اديني بس الإذن وأنا إيه؟ أضرب عنق هذا الرجل اللي جاي يقول للرسول إيه؟ اعدل. من هذا الذي يأتي فيأمر رسول الله؟ النبي الذي جاء من عند من؟ من عند الله الذي أرسله الله رحمة للعالمين، سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، ويأتي رجل يقول له: اعدل يا محمد. فسيدنا عمر يقول: يا رسول الله ائذن لي فأضرب عنقه.
فيقول له النبي اسمع بالله عليك كده وافهم حديث رسول الله. فيقول له النبي دعه فإن له أصحابا. في رواية أخرى سيأتي من ظهره يعني من نسله من سلالته، دعه فإن له أصحابا تحقرون صلاتكم إلى إيه؟ ها؟ إلى صلاتهم. يعني لما تشوفه هو بيصلي تحس إن أنت كأن صلاتك دي إيه؟ ها؟ مش نافعة، تعب نفسه جدا في الصلاة. اسمع، فإن له أصحابا تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم مع صيامهم. يعني تحس إن صيامك جنب صيام ولا شيء، وتحقرون صيامكم مع صيامهم. يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، في رواية لا يجاوز حناجرهم. يعني القرآن مجرد بس بالصوت، ما بيدخلش فين؟ ها؟ القلب، وما بيدخلش العقل، ما بيعرفوش منه شيء. هم بس يقيمون حروف القرآن لكنهم لا يقيمون حدود الايه؟ حدود القرآن. عشان كده تقرأ كده في ختم القرآن الكريم تجد اللهم اجعلنا ممن يقيمون حروف القرآن وحدوده، حروف الحدود يعني نقرأه ونعمل فيه، ولا تجعلنا ممن يقيمون حروف القرآن ويضيعون ايه؟ حدوده.